أعزائي المشاهدين، بالعودة معنا بالفقرة الثانية اليوم من نور جديد. بيسعدني أن أستقبل الفنان وسام كمال معنا اليوم أون سيت. أهلا وسهلا فيك، بونجور، منور وسام عنا ميرسي بنور بوجودك. جديد. وسام، راح أعرف عنك بكم كلمة أو بكم سطر للمشاهدين تيعرفوا حضرتك شو بتعمل. كوميدي، مخرج، فيلم ميكر، بروديوسر، محلل ساخر، مفكر، ستاند اب كوميديان، مقدم برامج، كاتب اغاني ساخره، ممثل وغيره. شو بعد في شيء؟ بعرف انا حسب شو الحاجه اللي عندي اياها بمشي. حسب انت شو بتعرف عن حالك؟ شو بتحب نعيط لك؟ وبشو بتمتاز اكثر شيء؟ بحب اقول للعالم انا وسام كمال، هاي هي اكثر من هيك. وحسب خلي الشغل تبعولي يحكي مطرح معين عني، نعم. ما بحب انه اجي نقول ايه انا هيك وهيك وهيك وهيك. اذا شفتيها عظيم، برافو. بس هاي هي خبري مين لي. طب انا عبالي اتعرف عنك اوكي. عليك عن جد. مين وسام كمان؟ شو بتعمل؟ وسام از دريمر، اذا بدك مطرح معين. انا عندي كثير قصص براسي بدي اعملها، نعم. وشوي شوي مع كل سنه عم حقق قصص من يلي براسي. ودرايفد اذا بدك من الكوميدي ومن الافلام ومن الموسيقى، يلي هن كلهم كومبايند مع بعضهم، كلهم متصلين مع بعضهم. اكيد. و هيدي هي مينلي يعني. يعني تعتبر انت فنان شامل؟ لانه بعدني صغير كمان لحتى بدق جيتار وصوتك منه عاطل ابدا و بعدني صغير حتى اعد فنان شامل موهوب. يعني. كان موهوب، بعدني اماتور، بعدني على اماتور بس هيك تكون موهوب. الحمد لله. بس انه بس بعدني شوي شوي عم بشتغل على حالي. بعد الخبريه من جديده، لو عمري 27 سنه وصار لي 9 سنين عم بشتغل بهذا الشيء. بس نعم. انه بدها وقت حتى اقول انه ايه انا فنان شامل. وهدول قصص، في كثير ناس عن جد بيستحقوا فنان كلمه فنان شامل اكثر مني بمليون مره يعني. نحن بنحترم تواضعك وسام، وطبعا نحن بعدنا على اول الطريق من ايه الـ مية مية من من الشهره والاكسبيرينس. مية مية طيب خبرني شوي، انا بعرف انك بلشت عمرك 17 سنه صحيح بهيدا الشيء. صحيح. هلا قبل ما نفوت كيف بلشت وكذا، يا هل ترى انت لانك خلقت بعصر السوشيال ميديا؟ نحن ما خلقنا بعصر السوشيال ميديا، قبل كنا نتكل على التي في هلا حتى ويكبني، ولكن انت من اول ما فتحت السوشيال ميديا موجوده، انك تعرض البلاتفورم، يعني هي بلاتفورم تعرض عليها الماتيريال تبعك. يا هل ترى انت محظوظ بتعتبر حالك لانه خلقت بهذا الوقت، ولكن بتفضل انه تستعمل الطريقه القديمه؟ يعني ما في قصه انه واحد يقول انه انا محظوظ خلقت بهالوقت او بهداك الوقت او هدول. هي طب حسب قد خدمتك السوشيال اكيد ميديا؟ خدمتني، بس اكيد خدمتني بهالوقت. لانه الواحد اوكي اذا انا بدي شغله نعم بياخذها لو شو ما كان نعم يعني. مش انا كويسام، اي انسان عنده باسيون معينه، عنده شغف معين، بياخذها لو شو ما كان، لو كيف ما بده ياخذها. ثاقبت على حظي انه انا يعني على 17 سنه كان بلش يطلع شيء اسمه السوشيال ميديا، بلش يطلع شيء، بلش تتفتح العيون عليه. نعم في كثير عالم عم بيستعملوه، صار في عندك اودينس اكبر. ومنه الحلو فيه للسوشيال ميديا انه منه سيلكتيف. انت ما حدا بيجي بنقيك بيقول لك انت اوكي انت بتطلع هلا على السوشيال ميديا، انت بتطلع بتعرضي نفسك، والعالم يا بيتقبلوك يا ما بيتقبلوك. وفي عالم بيعبروا بهذا الشيء انه اذا بيتقبلوك او ما بيتقبلوك. ف ايه كانت وقتها منيحه لإلي يعني، انه السوشيال ميديا، لانه اي هاف كنترول، عندي فيني اتحكم بكل شيء بدي فرجيه للاودينس وبكل شيء ما بدي فرجيه للاودينس. واي كان مانيبوليت. نعم. طيب بعمر 17 سنة أكيد كنت بعد ما بلشت بالجامعة وتصور وهالأفكار كلها موجودة، كيف بلشت؟ بشو؟ كان عمرك 17، شو أول شيء بلشته؟ وكان ديجا أنت مقرر إنه بدك تكون مخرج وكاتب وممثل؟ ما هو مش قصة، أنا أساسا يعني وقت قررت أفوت على الجامعة قررت إنه بدي أفوت أعمل فيلم ميكينج، اللي هو الإخراج. نعم. كان عندك الهواية قبل يعني، ولا كان عندي قررت ما هيك؟ كان عندي ما فيني أقول لك عندي كان هواية قبل، أز إنه كنت عندي كاميرا وكنت صور. بس إنه كنت أحضر كثير أفلام، كنت أعرف كثير منيح إنه كان عندي باسيون معينة على نعم الأفلام يعني، نعم مثل ما مثلك أنت كمان. نعم فكنت دائما أنا بصدد إنه عم بكتب هذه الشغلة عبالي صور 20 نهار، عم بكتب هذه الشغلة بس عبالي صور 20 نهار. وكمان بنفس الوقت ماشي مع ستاند اب كوميدي يعني. كان في عندك الفيلم ميكينج ماشي بمين مع تجرب؟ بمين جرب شو ستاند اب ايه كوميدي؟ ما اصحابك؟ استرجي اجرب بحدا. شو عرفك اذا بيضحكوا؟ ما هذا هي هذا الحلو بستاند اب كوميدي، انه ستاند اب كوميدي هو ارت فورم كثير صريح وكثير بده جرأة. لانه بتطلع على المسرح بتكب الماتيريال اللي عندك، العالم صريحين كثير معك لدرجه يا بيعبروا بالضحكه يا بيعبروا بانه ما يضحكوا.
بس it has to be يعني لازم تضحك لانه اسمه كوميدي مني. ايه لازم تضحكي از هذا بارت من شغلك اللي الاودينس جاي يحضرك. بس ستاند اب كبروسيس كيف بدك تعمليها؟ انا بكتب ست تبعولي اوكي هدول افكاري باخذهم هالافكار بطلع فيهم على ستيج بجربهم مثلا خمس دقائق عشر دقائق وات ايفر. في معقول الليله تكون كل العشر دقائق يكون كلها بتضحك جود. معقول الليله كلها ما بتضحك كمان منيح لانه بصير بقدر يا ظبط يا الغي يا بزيح. وفيها تكون مثلا نكت معينين مزبوط منيح نكت معينين مش منيح فانت على اساس بتصير تظبطه. فهذا هي البروسس بتصير تحت تضلك عم تجرب 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 لحد ما يصير عندك ساعه كثير كثير قويه وين ما كبيتي على اي جمهور تقريبا تزبط ساعتها بتعمل الشو الكبير. هذا الشيء عم بعمله هلا. هذا الشيء عم تعمله هلا مع كوميدي سنترال ولا لك عندك شو لك؟ لا يا ريت ككوميدي سنترال كان واحد من الاحلام مثل ما قلت لك اول شيء اللي من انا صغير كان عندي اياهم حققتهم. يعني كوميدي سنترال كان عمري 15 تقريبا او 14 كنت دائما اقول ايه انا حاعمل شو على كوميدي سنترال انا بدير المسخره يعني مش انه معهم انه ايه شو عم تحلم وبعرف انا خي انا خي انا راسي ودير. حتى في حدا بيقربني انه صبية قربني قالت لي انه شو بك عم تفكر؟ قلت لها خلص شو بدك بهالشغله انت؟ فوقت اجاني تليفون كوميدي سنترال اول شيء ما صدقتها فكرت حدا عم يعمل فيه ضرب. قالوا لي لا نحن بعثوا لي ايميل سوري بس انا حكيوك بيست على اليوتيوب شانل اللي عندك يعني. صح بيست على السوشيال ميديا اللي هذا الشيء عم تقول عنه ساعدني يعني. فحكيوني شافوا على السوشيال ميديا شغله وحكيوني قالوا لي في عندنا تو شوز واحد اسمه كوميدي على الواقف وانت بين 30 كوميديان عربي تعمل ستاند اب واحد انت يور كو هوستنج اللي هو ريديكلس نسي اللي طلع على كوميدي سنترال فبدنا اياك على اثنين من هلا. قلت لهم دغري ايه ما عرفت شو مصاري ما عرفت شو ما دغري خير همك مني هي المصاري اذا مش هو الهدف. الهدف انك توصل على المحطه اكزاكتلي انا كان اول يعني خلص كوميدي سنترال لانه كان حلم. فانه مجرد ما وصلت لهونيك صارت شغله معي بوقتها انه دقيت لك لكوزينتي قلت لها بتتذكر دخلك من شي كم سنه حكيت لك عن ست قلت لك هيك هيك كان عمري شهر. قلت لي بس انه شو القصه هلا؟ قلت لها كيف فيني ادق لك فيديو كول على واتساب؟ قالت لي لقيت لها فيديو كول فرجيتها انه انا حد اللوجو عرفت كيف؟ واو انفرد بالبكاء يعني شو بدها كيف انه صار على شوي بتقول لي سوري قلت لها روح بخبرك عم بعلمك عرفت انه انه صارت الخبريه. فوقت صارت الخبريه خلص يعني مثل كانه انت شيء يعني تشيك عملتيها يعني صح. فهلا في كثير قصص بدي اعملها بعد وهلا اهم واحد هو ساي لانجويج شو يعني صار له 8 سنين ناطر تحت اعمله يعني رح يصير 9 سنين كمان. شو هو هذا الشو؟ اوكي رح خبرك قصته من اول ما بلش يلي هو انه 8 سنين لورا كنت عم بعمل كان عمري 17 او لا اكثر 19 تقريبا كنت عم بعمل شو ستاند اب كوميدي بجامعه كفاءات. سو انا عم بلعب عم بطلع على الاودينس فبنتبه لوحده صبيه اسمها آلين هي عم تضحك. هاي الصبيه بعرفها انه صم طلع هيك انه شوفيني مصورينها طلع انه انا استغربت يعني. المهم بتقطع خبري بقطع الشو بسلم على العالم بنزل عند رفقاتها انه كيف؟ انه انت شفتكم قاعدين حدا عم تطلعوا ببعضكم تضحكوا كيف عم تضحك؟ قال ايه ما انت وقت تبرم لميلتها بتقرا شفافك وقت تبرم لتاني ميله نحن بنحكيها بالاشاره. انا هون شو اكزيستنشال كرايسيس يعني وقعت النهار انه عم على 18 بعدني مبلش انا ما بيجيني هيك قصص. فصرت افكر انه وانتبهت لشغله انه الستاند اب هو اكثر دليفري اكثر من انه الكتابه. طبعا اذا انا هلا بكتب جوك ايه اذا انا بكتب جوك انا بقولها بطريقه انت بتقولي بطريقه انت انا بقولها بتون انت بتقولي بتون سرعه سرعه. هي كانت عم كيف وقتها واحد يقرا كتاب واحد بيقريها بصوته هي كانت عم تقرا الستاند اب تبعولي بصوته صح. فانه فقررت ليلتها انه قلت اوكي في نهار ما بعرف شو حيصير ايمتى حيكون حاعمل حاتعلم ساين لانجوج حاعمل شو اكسكلوسيفلي حصريا للصم. فهذا اللي صار فعلا من سنه يعني هو انه تعلمت على 8 اشهر اخذت شهادتين بساين لانجوج بحكي اللغه هلا بس وكنت عم برجع عيد كتابه الشو اذا بدك هلا لانه عم بتعلم اكثر عن الثقافه اللي هي كثير صعبه يعني انا بدي اعرف لانه هن الكوميدي تبعيتهم هي دائما عن تشابلن باستر كيتن توم اند جيري سلابستيك كوميدي سو اللي ما فيها حكي ما في حدا عم بيقول لهم شيء طيب ضحكوا عليه بتجي في دائما عم بيشوفوا قصص فيجوال. ف اللي بيصير بهذه الحاله انه هلا بهذا الشو حيصير في عندهم حدا عم بيحكي لهم وراح تكون حصريا لهم يعني. فانت عم يعني اذا جيت حضرت الشو ما حيكون في انتربريتر ما حيكون في انه واحد عم بيقول لك اوكي وسام عم بيقول هيك هيك هلا عم بيقول هيك ما في منه. حتشوف شخص واقف على المسرح صمت ضحك منه للصم ها هي. فهذا اللي بيصير
حقيقة هيدي فكرة رائعة. تلخي. وعلى طول هو الأفكار الرائعة بتطلع من فكرة صغيرة يعني. يعني هالآلين كانت أول شيء بنوجه لها تحية، وكانت هي الميوز أو الشخص ملهم الملهم لإلك 100%. كرمال توصل لهالنوع من الفن، وهذا يعتبر رقي راقي هالفن، لأنك عم تذكر شريحة من المجتمع يلي عادة صحيح، لا عم تقدر تستعمل الموسيقى ولا النكتة ولا الصوت الجميل حتى توصل انا للمساج. اكثر ما عم بعملها انه انا عم بعمل عمل خير، لانه ما في مش عمل ما خير، في انه خير. رقي رقي بالفن. انا عم بعتبر انا عم بيجي ابدا بقول انه منه بدي اعمل خير، شو هيك، عم بقول يا الله مش حرام لاقين خير هن مننا. عشان الاستاذ اللي علمني اسمه حبيب، بيعلم فيزيكس وبيعلم جرافيك، بيشتغل جرافيك ديزاين وبيعلم ساين لانجوج وبيعلم انجلش، نعم ومجوز هلا ريسنت اتجوز، وبس مشكلته انه هاي انه ما بيسمع. ايه اوكي مش مشكلة يعني يعني، بس انه انه يعني لانه عالم بصير يقولوا انه يا حرام هن وهيك، ما خلص انه لا مش حرام، لانه هن بالنهاية ما مش قصة حرام يعني. ما واحد ما لازم يشفق، هيدي بالنهاية خلقة الله ايه ونحن بنحترم هيدا الشيء، وهذا انسان مثلنا مثله يعني. انه هو ما عم بيسمع، بس مش معناتها انه كان يسمع وبطل ايه ما يسمع هو لفقد الحس يعني. هو معود على هاي في الطريقة ناس اذا بدك كانوا يسمعوا وقفوا قليل، وخلينا نقول انه نياله ايه الى حد ما ما عم هلا يسمع اللي اذا عم حسب بيسمع. مين اللي ما بدهم يسمعوا ايه هنيالهم، لكن على حال حتى بسلام. العجقة والقصص اللي كمان نيجاتيف، هذا الشيء فيهم يحسوا اذا بدك، انه يكون ضغط الانرجي. مش الانرجي، هي تكون لانه مثل ما هن بيحسوا بالميوزك يعني. اذا بدك طيب وسام، اللي هو الوقت شوي عم بيدهمنا بسرعة، خلينا شوي نحكي عن موقع وسام كمال على اليوتيوب. بس قبل اذا فينا نستعرض بس كم فيديو اوكي من بيحكوا عن بارودي انت عاملهم، خلينا نشوفهم من جام نحكي عنهم. اوكي مرحبا، اسمي وسام كمال، انتم عم تحضروا حلقه جديده من دعايه لبنانيه في المنطقه. سو يلا هالحلقه عم بحكي عن دعايه عم تقلكم انه ما تفلوا من لبنان. احضروا. ارجو الانتباه، اخر نداء للسيده هنادي سالم. هنادي سالم، النداء النهائي والأخير للسيد كريم السعد. الرجاء من عائلة حكاية، التوجه فورا إلى باب الطائرة. الرجاء التوجه حالا إلى الطائرة من الباب رقم 5. أرجو الانتباه. شو صعب الرجعة من لبنان؟ بلا بلا. نداء إلى المسافر وسام كمال، الرجاء التوجه إلى الطائرة فورا. بليز حبيبي ما تروح، بليز حبيبي بليز، الله يخليك الله يخليك ما تروح. خلص حتأخر ليك يومين على دبي كلهم وراجع يا أختي. يا قصدي مين شو الله يخليك ما تروح وينه هل؟ يي سوري يا طان ما انتبهت لك. لا أمي تروح وترجع بالسلامة. نداء أخير إلى الأستاذ وسام كمال، الرجاء التوجه إلى الطائرة فورا. مطار عم معروف بشرعك بصير سرعة كتير بسرعة. لايك بس ما نطلع من هاون نجيب راكب. كيف بدك تجيب راكب يا اخي؟ ما ياخذك تاكسي. يلا ما علي ما علي دقيقتين شو دقيقتين يا اخي؟ ما بدك تروح السير يا اخي. يا الله يا اخي وين فايت بهذا الزروب يا اخي؟ روح الاوتوستراد لك يا عمي بسيطه، بس في حدا بنجيبه معنا يا اخي. دخيل اجريك بس يا عمي، حتاخر على طيارتي يا زلمه. على الزروبي على الزروبي بس. شو هو الزروبي يا اخي؟ على الزروبي بنجيبه معنا وبننزل. يا اخي ما تفوت من هون، ما تفوت من هون عجقه. فايت بالعجقه، فايت بالعجقه. يلا هلا رحت علينا، رحت فيك تلف ترجع على البيت عم معروف. ايه بس عمي هاي 50 دولار. نعم لبنان صعب تفل منه اصلا، هو ما بيخليك يعني رواق. عظيم مرزينا حضرتوا الحلقه من دعايه لبنانيه في المنطقه. اذا عندكم دعايه ما لكم شيء تقدروا تحطوها بالكومنت تحت. بليز لايك وشير للاسماء وطعمه، سبسكرايب، حضروا قصص زياده عندي بالشانل، انا موجودين باذن الله. اوكي باي. وسام نحن شفنا هلا فيديو هو بيحكي مثل بارودي او كنا عم نتمسخر على الدعايات اللي عم بتصير بلبنان. اكثريه الدعايات هي البعيده عن اللوجيك،
وانت على طول بتشوف اللوجيك انه وين منه موجود وبتعمل بارودي عليها وبتنزل تقريبا اسبوعيا فيديو على اليوتيوب شانل يلي نحن بندعي الجميع انه كمان يعملوا سبسكرايب لوسام كمال. انا شخصيا عملت وبتفرجي اصلا عده اشياء. خلينا نحكي انه مش بس انت بتحكي عن الدعايات, بتحكي كمان عن غير مواقف وفي شيء عنك وعن بيك. صحيح انه لبنيز داد لبنيز فادر انسون هذا بوقتها كانت قصتها كانت لذيذه. بي اساسا قبل ما يصير ممثل كان قبل ما حتى كمان او يعني من 88 فتره 88 ل 95 كان متخرج من الاستوديو الفن على الطرب وعيش فتره وعنده كاسات وكان كان عنده هالفتره النجوميه اذا بدك. وقف لاسباب معينه هذا الشيء ما فوته اذا بدك بعتقد بتريب داون يعني اذا بدك انا شاته. فبعد فتره كان عندي فكره البنيس فاضل انسان بس انه ما كنت حاط براسي انه بي فبقول له ليك بس بدي اجربها بدي اصورها وش اجربها وهيك. صورناها طلعت هيك الزلمه بطل انه انا ما كنت عارف هذا الشيء. انا بعرفه انه بيضحكني بس انه ما مش انه لدرجه انه بيعرف كثير يمثل. ونزلناها على يوتيوب بعيد نمت وعيد 7000 فيوز. واو قلت انا هيك شو عم بيصير. يلا حلقه ثانيه يلا حلقه ثالثه اخر حلقه ايرونيكلي اخر حلقه قلت له بدي اعملها قلت له خلص اللي هي تبعت درايفنج اللي هي صارت دعايه بعدين او ثلاث صارت دعايه وقلبوها انه صارت لسياره معينه واخذت كثير ضجه اعلاميه اللي هي انه انا ما توقعت هذا الشيء. كنت عم اقول له انه هي اخر حلقه وخلص. وصلنا لهلا لعشر حلقات بس ما عم طلع كثير لبنيس فاضل انسان لانه كثير بحبه هذا الشو لدرجه انه بدي كثير بروتكتيف عليه. فانه دائما كل فتره اطلع حلقه واحده يعني مثل كوميك ريليف يعني اذا بدك. طيب بدي اسالك يعني كمان بالفيديو تبعك غير انه في انت وبيك وقصص عن الدعايات في عندك اغاني انت عامل بارودي مغير الكلام مثل اغنيه لا 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 هيدي اكثر اوريجينال مش ما بغير اذا بدك اكثر بعمل الكلام انا لا 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 حتى هيدي منا معروفه يعني انا كنت ملحن حتى انت ملحن الاغنيه كمان في كذا اغنيه انا عملهم اوريجينالز انا ما بحب اعمل بارودييات يعني ما اوكي ذاتس بيوتيفول يعني صراحه. وبنفس الوقت كمان عندك قصص تانية حضرتك عاملهم. طيب كيف قنعت امك وبيك واختك يمثلوا معك وبرافو انهم بيشجعوك وخبرني شوي عن هالكسيرس. اوكي كيف قنعتهم هيدا منه شيء سهل ابدا لانه كل مره بدي احكيهم انا عندي نيد يعني ما انا عم صور او انا عم بعمل برودكشن بدك تعرفي شغله انه هذا الشيء صفر بادجت. إذا عايز شيء ويج خبرية هذا يكون بادجت زيادة. فحتى أجي أقدر أحكي كاست متاع صور معي هلا ما في. حتى قال له إيه تبوك كاست وهيك قصة. فوقت أكون عندي حاجة لحدا زيادة بدير مشكل بينه وبينه إنه بليز بس كله هالمشهد يلا وهيك وده. فحتى يلا 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 يمشي الحال تاخد معنا مش نص ساعة. قد إيه بياخد المشهد وقت؟ حسب شو عم صور وقد إيه فيه قصص حكي وقد إيه هذا بس إنه فيها يعني إذا أنا عم صور مع يعني اذا انا عم صور بالبيت في مينيمم نهار كامل كل نهار انتم عم بتصوروا تقريبا حتى حسب. لو كان المشهد قاعدين بارضكم ايه حسب ما انا كثير نيئه بتعيد برجع بعيد خصوصا مع الاكتر لانه اذا ما اعطيني اياها مثل ما انا حاسسها ما فيها مع انه انا وقت اكتب سكريبت ما بيجي بقول له انه مثلا لبي بقول له ايه بدك تقول هيك 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 بقول له في بوينترز في هيك هيك هذا بدنا نوصل من هون لهون 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 افتح له انا بصير بحكي اي مودريت بس انا بحاول اسحب منه النكته وهو بيقوله وبتعمل اديتنج اكيد إيه. يعني مثلا ممكن يكون المشهد دقيقه تعمل لك يمكن 5 6 دقائق حكيت إيه. تقدر اخر شيء انا بصور تقدر. انا بوصل لما بوصل مرحله بالبنيس فاضل مصور 20 دقيقه ماتيريال او 30 دقيقه ماتيريال لذلك صاروا لدقيقتين فما في يعني انت حتى تشوف انه اوكي هذا منيحه مش منيحه هذا اللي هي بخص درايفنج درايفنج ماشي برمت جلديب 7 مرات اصلا مبين يعني انه قديه فيه بالاديتينج من مشهد لمشهد وقديش برمته وقديش صبلك وقديش جاته يعني واضح انه هذا الفيديو كان فيه كتير شغل. طيب المساج اللي عم بتجرب انك تعطينا اياها بكل فيديو بكل فيديو يا هلا عم توصل في ليك ايه بمطرح معين انا كتير بحب اشتغل مطرح معين تقريبا اكتيفيزم بالفيديو تبعولي خاص مثلا اخر فيديو طلعته اللي هو عم بحكي فيه عن انه كيف صارت هالقصة العنف الأسري ريسنتلي. فعم بحكي فيه انه مثل كانه عم بعمل جايدنس للانسان مش بشري اذا بدك يلي بيضرب مرته يلي هيدا انه تعال تعلم كيف تعملها وبعدين اخر شيء بفلت عليه يعني
فهيدي وحده من القصص الاكتيفيزم اللي بعملهم، اللي هي انه انا عم اذا بدك عم ضوي على مشكله نحن عايشينها بلبنان، ومثل كانه عم باخذها لمرحله الساتاير، لانه كثير بامن انه الكوميدي از فيري افكتيف. مش مثل ما انا فيني انا اطلع اقول على التلفزيون انه ايه نحن لازم نحب بعض ونحن لازم ما نضرب نسواننا وهيك، اوكي بتقطع يعني حدا بحط بالمطبخ على التلفزيون هيدي بكون بيأشر يعني. بينما اذا افتس كوميدي تطبع اسرع، تطبع اسرع وبتوصل اسرع واتس كونترفيرشل سو بتصير جدل يعني. لانه قبل يمكن الكلام اللي معاد كثير من عاد بتصير مثل ما نحن كبشر بنعرف انه هذا الشيء غلط. فاذا واحد قال لي اياها ما كانوا عم بيقول لي ما عم بيقول لي شيء يعني. مزبوط يعني، بس بقول له اياها بغير طريقه يعني. مثلا اكزامبل، اعطيك اكزامبل، مثلا شيانان، انت كنت بشيانان بتذكر كثير منيح. كان مثلا من اكثر الريكورنج جوكس اللي نعملهم بوقتها، يلي هي انه سلام هو المسلم وفؤاد هو المسيحي، وسلام بيكره المسيحيه وفؤاد هو بيكره الاسلام، وانتم عم تكنوا له انتم هدول. هي هذا الشيء اكيد مش مزبوط. هذا الشيء بين بعض مش كره، هو بالنهايه اكثر ما انه لعب على ما هو كانت عم يلعبوها هذا بده يفرجوا العالم انه قد هذا الشيء بشع. نعم، انه ليكوا تضحكوا عليكم، هذا شيء كثير سخيف، ليه عم تعملوا هيك انتم؟ هذا نوع من الساتير يعني. اكزاكتلي ساتير. نعم، 100%. بس السؤال، المسج قلت لي انه عم توصل يعني، عم تلاقي ما حسب اذا مش ما هو شو تعريف انه توصل. هي مو مجرد ما حدا عمل شير للفيديو، اقتنع بالشيء، فتح ديسكشن بالكومنتس، هذا يعني انه اوكي هذا وصل. معناتها هو هي سبورت يور ايديا، او في كثير ناس دو نوت سبورت ماي ايديا، لانه بياخد نيجاتيف كومنتس عاده. بياخد كثير نيجاتيف كومنتس، هذا اتس كولد بولينج على السوشيال ميديا. في فرق بين انه ناس البولينج اللي دايركتلي بيسبني، هذا سايبر بولينج. بس انه كمان في ناس اللي بيحكوا لك نيجاتيف كومنتس بس مع كريتيسيزم، يعني انه بيقول لك اوكي ما حبيت الشيء اللي عملته لانه هيك هيك هيك، هذا كثير بحترمه. بقول لك كثير، حتى بوصل لمرحله انه بفتح نقاش. انت قصدك يعني انه اللي بيعطيك كونستركتيف كريتيسيزم؟ كونستركتيف ايه، بس يلي بيجي بيقول لي انه انت واحد بايخ ولازم تموت مثلا، هيك في ناس كاتبين. لا هذا صار، هذا في ناس كاتبين لي هذا مثلا، هذا بده بسيكولوج، هذا خليه لحاله، هذا بده الله يصلي له. لا انا بضحكوني هدول العالم، لانه على بالي بصير احكي معهم، انه بصير بسحب منهم قصص لذيذه. نعم، حتى بواصل معي واحد كاتب لي بالكومنتس موجوده انه انا امبارح شفتك على انه على جال الديب مطرح معي، انه هيك كنت حدعوسك لو ما كان في ناس مثلا معي، ما في كرمال شيء لانه شافه هو ما حبه يعني. للاسف انه الناس اللي بتتنمر على السوشيال ميديا هي تنمر عليها بحياتها. فبهالطريقه هن بيجربوا انهم يعبروا عن الحقد والنقص اللي موجود عندهم. بس بفهمهم، بس انه بتفهمهم. لا بس انه فينا كمان نحن انه مش انه داويني بالتي كانت هي الداء، وفينا حتى انه نساعد انه ينظر للقصص غير، انه عم تشرح شعور اشخاص كثير يعني، خاصه اللي عم بيمثل وانت عم تعطي وقتك كل الوقت ودارس بالجامعه ودافع مصاري، يعني انه فيه ما يلاحقك، مش ضروري انه يبهدلك. يعني هذا مساج بتوصل للكل. وسام، قبل ما تخلص حلقتنا، جديدك شو؟ وخليني كمان على التعليق للمشاهدين انه السيستم التصوير تبعك وطريقه النكت كثير انترناشونال، يعني منا لبنانيين. احنا بلبنان معودين نضحك على السياسه، عم نضحك على قصص جنسيه للاسف، عم نضحك على تقليد لهجات واشخاص معينين فنانين، بس ما عندنا هالكرياتيفيتي بالضحك اللي انت يعني بتحس حالي عم بحضر يمكن كولبير، ستيوارت، جون ستيوارت، او شيء مثل مأثر فيهم جيمي فالر. مأثر بكثير عالم، ما في شخص معين يعني. بس قصة الكرياتيفيتي اللي عم تحكي عنها، يلي هي انه بفوت فيها، هي النيد. يعني انت مثل عم تحكي انه ما كل كوميدي بلبنان كانوا عم يحكوا عن قصص الجنسيه وهدول، طب ما خلص وصلنا لمرحله انه صرنا نحن ب 2018 فيتنا 2019، صار في اذا بدك دم جديد، صار في انه نحن وفي الناس يلي كانوا قبل عم يعملوا هدول فيهم ويكبوا هذا الشيء، لانه صار في سوشيال ميديا سو اسرع تشوف الكونتنت قبل، فهذا الاساس. ما في شك وسام، احنا بدنا نتمنى لك كل الخير والتقدم، ونحن من مشجعينك ومتابعينك، ونحن ناقصنا ناس مثلك صراحة، يعني يشيلوا الهم عن القلب، لأنه نحن همنا ما بيروح بهالبلد إلا بالضحكة، لأنه ما فينا نقدر نعالجه إلا بهالطريقة للأسف. كلمة أخيرة، وين فينا نتابعك؟ شو لشو بدنا نعمل؟ فيك تعملنا هيدا السبسكرايب وكذا، سبسكرايب، يعملوا سبسكرايب هون. إيه
وتذكرنا بتاع يصير عندك فولورز اكثر يتابعوا افكارك المهضومه. نعم انا زبط كنت الحق. اول شيء مرسي كثير انه استضفتيني اليوم وكثير انبسطت معك. وثاني شغله اذا الناس عم تلحقني انا بس اذا يوتيوب تكتب وسام كمال بتلاقي تشانل، انستغرام وسام كمال قلبي، فيسبوك وسام كمال بس اسمي وبتلاقوا كل شيء. وانا بدعي الجميع انه يلحقوا وسام وما راح يندموا. نحن بنشكر وجودك معنا اليوم. مرسي كثير وان شاء الله تضلك بهالخط مزدهر. اعزائي المشاهدين خلصت معنا تاني فقره لليوم، بريك وبنرجع.